ان شاء الله الحلقه الجايه الدكتور خالد رجب هنا كنترولي للموضوع، وان شاء الله دخلنا الدكتور محمود الانصاري اسف لو واجه انت الرئيس. الحلقه اللي جايه ان شاء الله الانتيريوما، الحلقه دي ناجلتني انا في كانت ريفيرال في القصر العيني وبريكارنت اتاك، بريكارنت اتاك سيفير هايبوغلايسيميا لدرجه ان هو بيخش الاي سي يو لدرجه ان احنا بنعمل له كونسلشنز والعيان نفسه يعني منتالي سام هوتلي سام هوت منتال انفيرمنت او منتال ريتارديشن، لكن دوكيومنتس سيفير اتاك هايبوغلايسيميا واثناء الهايبوغلايسيميا كان الانسولين ليفل عالي هو والسي تي تايب. ففي البايوكيميكال والكلينيكال سيتنج كريتيكال للانسولينوما، فعملنا اي او اس لقينا فعلا وين ديفايند ايزوفويك ماس حوالي اعتقد كان 19 مللي او 20 مللي نقول 2 سنتي، وكانت موجوده عند الكونفرنس بالظبط. هنا بنفكر ان هي عندنا حل من حلين، لازم يا اما نعمل ويبن اوبريشن يا اما نفكر في تيجي فريكونسي اكريشن. تيجي فريكونسي اكريشن انا عملت حاجتين قبل كده من الجهاز بتاع اليسرى اللي هو بتاع شركه اعتقد تايوان في فيكتوريا، وفي نوعين من الاجهزة اعتقد هي تايوان وفي حديد ابر الحديد، لكن احنا النهارده هنشتغل في تايوان من كوريا الجنوبيه ومعنا الباشمهندس محمد ربيع والباشمهندس محمود عبد العليم. انا الحاجتين اللي قبل كده شغلتهم كانوا تايوان، لكن بعد ما ابتديت طبعا مختلف جدا لان الفريكونسي في البنكرياس، ولو انا مش هقول ان البنكرياس حتى لو صايب برانش من البنكرياس الكاتس ممكن تقلب بسبير بنكرياسايتس، ربنا يلحق عليه وعلينا الناس جميعا. فكنت قاعد جدا فابتديت في فتره في البنكرياس الكيسز، وكل العالم ابتدى كده، ناس كانت 3 سم والثانيه 5 سم وفور باليتيف ميجر، فور باليتيف ميجر بدل ما تدي فيه مكافاه عشان الناس تشتغل وتعمل ريدي فريكونسي، والحمد لله الامور مشيت كويس. لكن انا كنت بحرق في الساحه النيدل بتحرق ممكن تفوت على 14 مللي 15 مللي 20 مللي، فكنت وبعتمد ان انا بعمل كذا فاصل، يعني انت بتقول الناس 5 سم انت لو حرقت 2 سم يبقى كانك عملت حاجه بسيطه. دي اول حاله، دي ثاني حاله ريدي فريكونسي ان شاء الله اذا ربنا اذن ان شاء الله. واول حاله في النيرو دوكراين تيومر اللي اعتقد ان هي حبيت عشان بدل ما نعمل ويب اوبريشن بمرتبه المورفيتي عاليه ممكن نجرب نعمل ريدي فريكونسي. بعد كده حضرتك الدكتوره مريم الفريق هتقول لنا ملخص عن الحاله الاول. اتفضل يا دكتور. Magnesium successful in gold, requirement attacks of hypoglycemia in the group. Abdominal CT done last month, showing no evidence of pancreatic masses. EOS also done with well-defined alpha-corporal lesion located in pancreatic neck at the confluence of superior vegetative neck in the small brain, which was acceptable in mass. من اللاب؟ My patient, 37 years old, has a current attack of hypoglycemia 3 years ago. Abdominal CT was done last month, showed that no evidence of pancreatic masses. EOS also done, showing that well-defined isocorporeal lesion located in pancreatic neck had the confluence of severe mesenteric vein with pontal vein, which was resectable. A picture of neuroendocrine tumor, mostly in cilinoma. Cytopathological assessment was done and revealed neuroendocrine tumor for immunofluorescence confirmation. These patients for radio frequency ablation. استاذ دكتور حسين في سؤال من الدكتور احمد معاك يا فندم.
في سؤال بيقول ليه ما بعتناش جراحه حضرتك؟ ما هو زمان كنا بنبعتها جراحه. زمان كان الحل بتاعها جراحه يا دكتور سامي. يعني زمان كنا الحل بتاعها كان جراحي، تمام؟ بس الجراحه ايه؟ ويبن اوبريشن. ويبن اوبريشن في البيست سنتر المورتاليتي 10% والموربيديتي 40%، ده في البيست سنتر. يعني بقى حضرتك فميجور سيرجري، فالناس فكرت اولا الايديال او مش الايديال الجايد لاينز انك تروح جراحي، ولكن ميجور سيرجري كومبليكيشن. طب لو في حاجه اسهل، تمام، وثبت ان هي اقل كومبليكيشن. حتى الان اتعمل مثلا حوالي 70 80 حاله. طب ما لو ثبت ان هي كويسه ليه ما نستخدمهاش؟ يعني ما زالت في دور انها تبقى ريسيرش؟ نعم، ما زالت انها تبقى ريسيرش؟ لا، هي ابتدت ريسيرش سنه 2015. وفي دراسه اتعملت في فرنسا من 2015 ل 2017، وبعدين ثبت ان هي فعلا افكتيف، وابتدت الناس دلوقتي تستخدمها بالذات في النيورو دوكراين تيوب. هنسالك فاضي. طب في سؤال احنا في شورت اوف تايم معايا دكتور صادق. دلوقتي شايف صوره الصراع. تمام. انا دلوقتي في الديودينال، انا بشتغل من جوه الديودينال، وانا واضح هنا الانفيريور بيناتيفا والاورطا. تمام؟ وبعدين ابي بنكرياتيك هيد. خلاص؟ يبقى ادي الانفيريور بيناتيفا والاورطا. دكتور محمود معايا، وادي البنكرياتيك هيد اهي. خلاص؟ نشيل بقى في ليف نود كده. في ليف نود بس شكلها بناين لينف نود. وبعدين ادي الكونفرنس اهو. شايف يا دكتور صادق؟ واضح. البورتال بين فوق قوي والسبرينج بين جاي من هنا، وبعدين السوبيريور ميزنتيري طالع منه. شايف الناس ابتدت تبان اهي، شايفها؟ يس كلير. فيري كلير ويل ديفايند ماس اللي يشوفها يقول نت حتى من غير اف ان اي. بالذات العيان عنده بروبر كلينيكال سيتنج. المشكله بقى في الناس ان انا مش هشتغل من هنا. ليه؟ لان عشان اشتغل من هنا الابره بتطلع عند حرف اتش ده، همشي كل المسافه دي وهخش جوه البانكرياس مسافه طويله قوي. فلما بانت لي هنا كده هي للاسف في حته بعيده. شايفها دكتور صادق؟ واضحه يا فندم. ولابسه الكونفرنس بالظبط عند البورتال سبلينك سوبيريو ميزنتيري. عشان اخش هنا لازم همشي كل المسافه الطويله دي. ممكن بايوبسي، انا بايوبسي حتى ما بحبش البايوبسي في الحته دي، لان انا ماشي من خلال البانكرياس. فاسوء حاجه انك تمشي في نورمال بانكرياس، يعني تمشي في مالجنت ما بتحصلش مشكله. انما اسوء حاجه انك تعمل اف ان اي، ولو عيان بعد الاف ان اي حصل له بين يبقى الفوكال ماس دي غالبا مش هتطلع مالجنت، هتطلع بانكرياتايتس. تمام؟ تمام. خلاص انا كده لقيت ان انا الشرط بتاعي ان انا مش هبتدي من هنا، مش هبتدي من هنا. نعم. البروكسيميتي بتاعت الليجن للانفيريو بينا كام؟ هل ده مش اجين ستريد فريكونسي؟ ده مش انفيريو بينا كيفا، ده سوري الكونفرتنس. لا عكس الليبر. هو سؤال ذكي جدا. لا ده عكس الليبر يا دكتور. عكس اللي هي الهيت سينك افكت هنا مش موصوف قوي. مش موصوف. يعني ممكن نعمله هنا مفيش مشكله. فهبتدي بقى اشوفها بطريقه، احاول اشوفها عن طريق الستومك. انا طلعت فوق ترانس جاستريك وانا دلوقتي 50 سنتي، يعني انا تحت القرني على طول، واللاند مارك بتاعي ادي الاورطة. شايف فين السوبيريو ميزنتيريك اللي تحت ده اهو، اول برانش والسيجا، وبعدين السوبيريو ميزنتيريك. تمام. اخش المنظار زي ما قلت جوه شويه، يبقى ايه؟ اشوف البانكرياتيك بودي، يبقى ادي الاريا او البانكرياتيك بودي. تمام. هبتدي بقى اشوف السبلينك ارتري والسبلينك بين. شايفين السبلينك بين فين؟ اهو فوق اهو. وده لما اعمل بالس ويف الاقي السبلينج بين اهو. تمام. وانا واقف لا اتحرك يمين ولا شمال، اعمل انتي كلوك وايز عشان اجيب الكونفرنس. انتي كلوك وايز، انتي كلوك وايز، انتي كلوك وايز. ابتدى الكونفرنس اهو جاي. شايف الكونفرنس فين يا دكتور صادق؟ واضح قوي اهو. ادي الكونفرنس اهو، ادي السبلينج بين جاي هنا، وادي الماس جايه هنا اهي. شايفها؟ ادي السبلينج بين فوق، والسبيريو ميزنتيريك بين رايح ناحيه الشمال، والبورتال بين رايح ناحيه الليبر. احيانا بقى مثلا شفتها في الحته دي، فمتوقع ان انا الاقيها هنا، هدعبس عليها في الحته دي. تمام؟ يبقى هنا السكه يمكن احسن لي شويه، مش كده؟ تمام. احسن لي شويه من ان انا اعملها من الجدر. شايفها دكتور خالد؟ واضح. تمام؟ حد ممكن يمس لما هبتدي بقى عايز حد يمسك لي المنظار عشان ما يتحركش.
لا السايز هيفرق معاك في الابلكيشن، لان انت الباشمهندس محمد ربيع معايا هنا وهي الطول الحته اللي فيها هي سنتي، تعتمد على الوقت وفي جدول الوقت في ناحيه والديوريشن في ناحيه. لما تعمل وقت فلاني بالديوريشن الفلاني يحرق لك ايه قد كده من التيومر، يحرق لك مثلا 14 مللي، صح يا باشمهندس محمد ربيع؟ لو انت زودت الديوريشن عن 10 ثواني خليتها 15 ثانيه والوقت بدل 30 حطيته 40 يحرق لك اكتر ايه وهكذا. هنا بقى ميزه ال انا تخيلي في النيورون دوكراين هتحمس جدا ان انا اعمله. ليه؟ لان حتى لو حرقت 70% منها دكتور صادق، اولا هي نوت ماليجنت، اذا السيلينوما ملهاش ماليجنت بوتنشاليتي عاليه. فحتى لو العين عايش بيها مش مشكله، مش مشكلتها في ان هي ماليجنت، مشكلتها في الهايبوغلايسيميا العنيفه اللي ممكن تؤدي لمورتاليتي وموربيديتي عاليه جدا. فلو انا حرقت 70 80% منها مش خلصت العيان من 70 80% من المشكله؟ خلصت من 70 80% من المشكله. اذا هنا هتجد قبول كويس ان شاء الله باذن الله عكس الادينوكارسينوما. يعني لو سمول ادينوكارسينوما ما ينفعش كل حرق لي 70 80% منها، ما هي ال 20% بعد شهر شهرين ثلاثه خمس ست اشهر هترجع تاني زي الاول واكتر، لان ده اجريسيف تيومر مالجنت. انما الميت انسيلينوما اولموست اولويز بيناين، فعشان كده هتجد قبول لهذا. والدليل على كده لما تعمل الاستو الاستوغرافي، مفيش الاستوغرافي. تمام، يبقى اذا كده ايه رايك في البوزيشن ده يا دكتور صادق؟ رائع. وعندنا اهو ادي الكونفرنس موجود هنا اهو. تمام؟ يلا يا دكتور محمد على اذنك الميس في معانا. في الحالات اللي اتعملت دكتور حسين ممكن نحتاج سيشن واحده ولا في حالات تحتاج اكتر؟ هايل والله، اسئله في منتهى الجمال. ممكن نعمل حاجتين، لو لقينا ان الحته مش كونفينينت كونفينينت بتاع الفيديو فريكونسي، في هذه الحاله ممكن نطلع سنه سنتي ونحرق حلقه ثانيه في نفس الباس، او نطلع من الباس خالص تمام ونخش في باس ثانيه. هنشوف ايه اللي هيحصل ان شاء الله. الابره نفسها يا دكتور حسين ممكن تستعمل ثاني في نفس العيان؟ يفترض ان هي سنجل بتاع، بس دكتور محمد نفس العيان هل هي سنجل بتشتغل ثلاث او اربع حلقات؟ يعني هي سكيدول كده مش عشان خاطر الظروف ومش الظروف. طيب تاني ظروف صعبه. ايوه 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 الناس عندي وهو ماسك ده شرف ليا والله، ده يعني حاجه انا مبسوط منك. ولا سؤال في منتهى الجمال، دكتور فعلا بيسال سؤال في منتهى الجمال، لان من ضمن البريكوشنز ان انا افويد ان انا بجمع تنكريات الضغط عشان افويد تنكريتايز. الجميل في الاستراتي بتاعت مطفر تي في مارسيليا انه عامل 30 حاله من 2015 ل 2017، حصل له ثلاثه كومبليكيشنز من ال 30 حاله 10%. اول حالتين من الثلاثه كانوا اول حالتين اشتغلهم، وواحده كانت ببانكرياتايتس. عشان كده قال لك ياخد نون ستيرويد الانتي انفلاماتوري سابوزيتوري زيه زي بي ار سي بي. ثانيا افويد انك تبقى جنب البنكريات الضغط زي ما الدكتور سيد غنيم بيحذرنا في اللحظه دي. أنا كده مفيش مجالات الضغط خالص يا دكتور سيد. لو شفتها قول لي. ها؟ شايف حاجة؟ فين الاستراكشر؟ لا لا لا، الاستراكشر اللي فوق ده. اللي هو ده؟ لا لا لا. لا ده بعيد خالص. ده في الأول بقى، حاجة تانية خالص. تمام؟ هنبتدي بقى بسأل حضرتك قد إيه في الفلور، يعني هتعمل ريسيرش حضرتك عن كام وقت والديوريشن قد إيه؟ الإيه؟ بصراحه حضرتك السيتنج هيبقى كام وقت والديوريشن قد ايه في اول السيتنج؟ كام وقت والديوريشن؟ ديوريشن 10 ثواني، احنا هنعمل ديوريشن 10 ثواني يا باشمهندس. 10 ثواني والوقت من 40. يعني الوقت 40 والديوريشن 10 ثواني. يبقى سجليها ده يحرق مساحه قد ايه بقى يا دكتور؟ بص يا دكتور صادق، هنا انا شايف بيسل صغير رفيع وفايف كده، هحاول ان انا اتجنب البيسل دي. تمام؟ هحاول ان انا دغري، هي بتطلع هنا، هحاول ان انا اخش دغري عليها. المهم جدا ان انا النيدل تبقى ما تبقاش في السنتر، تبقى في الاخر. ليه؟ لان السنتي بيبقى هنا، فالتيب اوف ذا نيدل برضه النيدل بتدي 2 3 مللي بعد نهايتها، يعني لو النيدل في الحته دي هتديني 3 مللي بعديها. لكن هنا لو حطيت النيدل هنا هتديني 3 مللي هوصل لحد هنا بس، وكل الحته دي مش هتتحرق.
هنا بس المحاذير اللي جنب الكونفرنس هنا احاول ان انا اخش في الحته دي، احاول ان انا ابعد من الحته دي. اصرف الديبر قبل ما اخش في قبل ما اوصل للنهايه بحوالي هاخد 5 مللي كده. زياده في الاحتياط. يعني السيتنج يا دكتور حسين اتحددت بناء على حجم الليجن ولا بناء على ايوه السيتنج على حجم الليجن، في جدول كده دكتور صادق بيقول لك لو استخدمت الوقت الكميه الفلانيه 30 او 40 او 50 او 60 بديوريشن قد كده تحرق 14 مللي، تحرق 13 مللي كده. عايز الليجن بقى 5 ونص. السايز هنا لا اكتر. لا لا متهيألي كانت 19 مللي. لو خدنا السايز بعد كده حضرتك دكتور حسين. معايا يا دكتور ثاني السايز اهو. 19.6 يعني 20 متر. تمام. بعدها الصوره عندنا دي دلوقتي 2 دي. ايه؟ الصوره 2 دي. يعني مساحه فقط مش حجم. بالظبط. احنا دايما لما كنا بنحرق في الليفر بنحاول نجيب بالدوتلر وترانزفيرس عشان ابقى متاكد ان الابره في السنتر من كل الاتجاهات، يعني من 3 دي. ايوه. لكن في 2 دي فقط انا هنا باليو اس ما عنديش فرصه ان انا اجيب البروجيكتور عشان اشوف النيدل في النص بشوفها من زاويه واحده من والله يا دكتور سامي انت عندك حق، ولكن في الاخر انت عندك 2 دي، المهم انك تبقى شايف التيب اوف ذا نيدل كويس جدا وانت داخل بحيث بعد كده ايه تبقى الدنيا قدامك. دونت ليس ذا تيب اوف ذا نيدل. انا دلوقتي دخلت الابره اهي. هل ممكن عشان انا اكون يعني جادج ان انا كنت في السنتر من 3 دي ان انا اشوف ذا ماكسيمم ديامتر وادخل فيه عشان ابقى متاكد ان انا مش على البريفري بتاع الليجن في الليفل المتقاطع معايا؟ اوكي شايف النيدل دلوقتي يا دكتور سامي؟ ايوه اتفضل. ومش شايف دلوقتي الحمد لله بيسنس قصادي. ايوه يبقى ده بوزيشن بول تو ستار. ها؟ هحاول اطلع عليه النيدل اهي. نعم. هحاول اجي كده شويه. شايف النيدل فين اهي؟ نعم اهي النيدل اهي. كده البوزيشن ده ما ينفعش، لازم اخش جوه شويه زي ما اتفقنا. تمام؟ هخش. برضه كده انا مش شايف النيدل، لازم اشوفها. هعمل كروك وايز وانتي كروك وايز بحيث ان انا ايه احاول اشوف النيدل بتاعتي فين. شايف النيدل فين يا دكتور سامي؟ ايوه بس انا كده انا حاسس ان انا لعبت في البريفري بقى كده. لا مش في البريفري خالص. في النص في ادي ادي التيومر اهو. نعم. التيومر دلوقتي في النص بالنسبه لل 2 دي. بالظبط. وانا قبل الاخر بشويه شايف يا دكتور سامي؟ نعم ايوه. انا جوه النيدل حد عمل انفراد؟ لا لا. ها؟ لا واضح. حد عنده محاذير؟ لا. دكتور خالد رجب. دكتور سيد غنيه. شايف انا فين؟ شايف انا فين يا دكتور سامي؟ ايوه التيب بتاع النيدي باينه. شايف فين اهو؟ اه. يلا كده وانا التيب بالظبط في الحته اهي. اهي. وقدامي 5 مللي دول صح؟ نعم. وبعدين احط فلت مفيش حاجه. يلا يا باشمهندس. يعني هي حضرتك ما بتوصلش لنهايه الليجن عشان هي الحق بيفضل بيبقى من عند التوب بيبقى ركز معلش يا دكتور سامي. اتفضل. لان دلوقتي التركيز يلا ابدا. دلوقتي بدانا اهو يا دكتور سامي. نعم. لو الكاميرا تيجي هنا شايف ابتدى التأثير اهو. خلاص اوكي؟ نعم. وانا في نص الموضوع بالظبط صح؟ مظبوط. عمل الصوت خلاص. يبقى اذا الحته اللي اتحرقت فين بقى؟ معايا دكتور سامي؟ ايوه معايا. هي دي الحته اللي اتحرقت. نعم. انا مش هكتفي بهذا، ليه؟ لان في حته هنا اهي، فزي ما الدكتور صادق قال ممكن نخش مره ومرتين وثلاثه. شايف؟ هل انا اعمل كده؟ اكافئ اعمل كده واحرق، ليه؟ لان لو الابره هنا وحرقت كده هتعمل لي بريفوريشن في الحته دي. نعم. معايا دكتور سامي؟ مع حضرتك. فانا هفضل اني اطلع بامان واخش في الحته دي. ايه رايكم في البوليسي دي؟ تمام. هو هل في ليميت لعدد الباص اللي تكون حاسبها؟ لا مفيش، على حسب ما انت شايف. تمام. بص بقى كده انا عدلت نفسي شايفين؟ ودخلت في الحته دي اهي. فانذر بلين بس حتى الان مش شايف، احاول اشوف اهو. شايف انا فين؟ بقيت في البريفري شويه اهو يا دكتور سامي، شايف؟
ايوه حضرتك بس ودين السنين ودين ده ايه؟ ده غاز شايف؟ ايوه واخش في البلاتر يلا هاخد واحده ثانيه على 40 و10 ثواني ماشي؟ والبياض الحته دي جوه الليوشن ابتدى يطلع بره اهو خلاص وقفنا خلاص انا هطلع بقى كده واشارج ماي سيلف ثاني تمام؟ انا طلعت بالنيدل اهو فين بقى الماس؟ اهي شايف؟ وابتدى البياض يبقى فيها هي دكتور سالم معايا؟ نعم حضرتك الحته دي برضو انا افضل اعمل واحده ثالثه في الحته دي ايه رايكم؟ تمام في الحته اهي تمام؟ معايا؟ ايه الفلور متابع؟ ايوه اهو بس انا عايز اخش في الحته دي بقى مش عايز اخش في حته حلقتها قبل كده عشان ما نكررش اللي احنا عملناه. اهي تقريبا بين نيت ريزلت بعد 3 باس بريد فريكونسي يبقى حضرتك حرقت كام ملي من ال 20 اللي هو حجم النت؟ انا دلوقتي بحاول مركز في ان انا اخش في حته ما اتحرقتش قبل كده. كده انا داخل زياده عن الديشن بتاع بقى كده الامور مش عجباني هطلع مفيش مشكله مفيش اي داعي للتسرع خالص يعني بظبط ايوه بظبط نفسي زي الاف ان اي بظبط نفسي زي الاف ان اي تمام وبعدين بحب اعمل حاجه بقى تكه جميله جدا ان انا اشيلها كده معايا الايزي اشيل بتاع اطلعها واقوم ادخلها تاني علشان لو كانت معوجه على حاجه معينه تتفرد امسك كده ماشي احاول اجيبها هنا اهي تمام انا ما اعرفش مزاجي في الحته دي هحس ان انا قاعد اشوف السنتر بتاعها اتحرق اهو يا دكتور سامي نعم انا عايز الحته دي ايوه فهحط كده هفردها لو في ريزيستنس ما عملتش حاجه خالص لو في ريزيستنس اكويت عشان ما اذيش المنظار لا لا دي لا فيها هنا لازم ايه اعمل كده وبعدين اطلع النيدي الاول ما تزقش ابدا ضد الريزيستنس خلاص كده ده حاول افرد المنظار برضك يا سيدي ايه؟ افرد المنظار يعني اعمله داون يعني ما عملوش اب مفروض اه بفك الاب والداون كده انا دخلت النيدل هحاول اجيب بقى الايه؟ هي مشكله ان في هنا في ال في ال في العيان ان انا بشغل العيان في البرون بوزيشن انا بشغل حاجه سوباين بس ايه؟ بعد كده امسك كده كله لا لا كده هجيبها تاني فين 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 ادي الاورطه اهو تمام معايا وبعدين سيبك وشفير مزنتلك وادي السبرين فوق اعمل ايه اهو يبقى لي كونفرنس معايا دكتور صادق وادعبس عليها في الحته دي المشكله ان هي جايه بالاب قوي يعني ايه مش جايه الا و ال 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 واخد البيج نوب عليا اللي هو الاب عليا جامد هحاول مفيش مشكله وادخل دي الاول هتفرد بقى السكوب وبعدين تدخل وبعدين تعمل اب تاني ايوه بدخلها واعمل هنا وبعدين ايه احاول اجيبها تاني لما الابره بتخش بتزق الايه بتزق اليومن فبتخلي لي الايه الدنيا مش واقعه خالص لكن هحاول اهو بص هنا غزه هنا مش هنقدر نعملها الا لما نشيل دي عشان نقدر ايه نظبط نفسنا تاني وبعدين نحاول نجيبها بشكل افضل. بعيد بس انا مضطر. مضطر اخاك لبطل. مجبر اخاك لبطل. اخوك تمام؟ وبعدين هنعمل كده اهو. ونشوف الفراش.
المشكلة إن أنا لما بزق بقى فاهم بيهرب مني شوية. فهمت بقى كده بقى؟ ماشي كده؟ طيب هحاول. المشكلة إن أنا بزقها بيبعدها عني. لأن إيه؟ لا هو العيان مش الديفاين بوزيشن مش مساعد معايا. معلش مش مشكلة، احنا عملنا تو باسز وهنحاول نعمل الباس الثالث. هو 30% حضرتك الباص الواحد بيحرق مساحة قد ايه؟ بيحرق سنتي. بيحرق سنتي يا دكتور سامي. ماشي شكرا لك. ده عندها المقصة والجامدة للجهاز الحالي. هنشوف بقى الايه؟ هنشوف الليجن شكله ايه؟ ده السمول باور اهو، وده بقول لك لو اختار تتبع جايد لاين. ادي الاورطه رايت كلاس اوف الليفت كلاس اوف الدايفرام، اول برانش السيليك اكسس، سوبيريور ميزوثيريك ارتري، وفوق السبلينك فين، شايفه؟ نعم. وبعدين اعمل انتي كلوك وايز وانا هنا، سبلينك فين سبلينك فين، جاي الكونفرنس اهو. تمام؟ ادي كونفرنس يا دكتور سامي، شايفه؟ نعم. وهي عند الكونفرنس. شوف دلوقتي حتى ما بقتش
فهيبقى بكوك في ال... نعم؟ بقت الصورة بقت هيبقى بكوك شوية عشان ال... بالظبط انا حتى عايز اشوفها فين دلوقتي بس مشكله فدايما انا بحب اصدر نفسي وفي النيورون دوكراين هتاجي صوره جميل جدا لانك حتى لو حرقت 50 60% من الماس يبقى انت خلصت العيان من 50 60% من المشكله بتاعته. وادي هنا مفيش ليدنج اهي الحمد لله. نعمل بقى في البانكرياتايتس هياخد لجوزه نون استرويدال انتي انفلاماتوري وان شاء الله في سنه الجايه وربنا يسهل الفرصه للباشمهندس دكتور ربيع. باشمهندس ربيع اديله على طول ده باشمهندس ربيع اهم منه هو اللي هيشرح لكم. تسلم ايدك يا حسين. نعم يا فندم. تسلم ايدك يا فندم. ربنا يبارك فيك. كنا عاوزين نسال الباشمهندس محمد ربيع. باشمهندس حضرتك بتورينا دلوقتي ممكن ده دكتور خالد دي حرام البرامج اللي انت بتمشي عليها بتتحط في الباور اكتر من الفايلنج. لو احنا خدنا 50 وات هنا حضرتك لو شايفين بطول الابره حوالي 12 مللي وراوند الابره حوالي 7 مللي. في خلال 10 ثواني لو استخدمت باور 40 وات هيديني 14 طولي و 8 مللي عرضي خلال 28 ثانية وهكذا لكل الباور اللي مكتوب عندي سيفي. مش شايفينك. البطاريه اتصلت الحمد لله. لا تشحن برضه. الله يشفيك.